والله يا اخوان اليوم فكره مقطعنا مثل ما تشوفون هذا البخاخ راح ابخه بغرف العيال. طبعا ريحته حرفيا ريحته والله مره خايسه يا اخوان والريحه بتروح بعد فتره. راح ابخ البخاخ بغرف العيال على اساس اني اصور مقطع ثاني اسالهم اسئله. وش الاسئله؟ على اساس المتابعين راح يسالون اسئله بس الاسئله من راسي. يا اخوان نسينا شيء مهم مره، اللايك والاشتراك. الله يسعدكم يا 500,000. اذا وصل ذا المقطع 100,000 لايك راح احوس الفله تحويس، كل اللي بالفله راح اخرب غرفه واخليكم مع المقطع. طبعا يا اخوان الان نبدا في خشب بها افتح هلا بها بصور معك فكره لاسئله المتابعين. اسئله وشو؟ اسئله المتابعين. متابعين؟ ايه. تبي نبدا؟ نبدا يلا. وش الشيء اللي شجعك تبدا بيوتيوب؟ انا اصلا من 2012 تقريبا حلو كنت اتابع يوتيوبر كان اسمه عادل. حلو اوكي. طيب كنت شو اسمه تابع يوتيوبر اسمه عادل. حلو هذا انا كنت فان له. شفت كيف الحين كيف الناس مره فان لشنق؟ ايه فهمت؟ انا كذا كنت وقتها مره وقتها عادل يعني زي تقريبا شنق. بالنسبة لي كنت مرة فان له فهمت؟ وذا الكلام متى؟ 2012 ابو الوزير انت شو ما قاعد انا قاعد اموت انا والله انا قاعد اموت الحين ايش الريحة بهذا؟ ايش الريحة بهذا؟ ايش ترى انت اول ما جيت جت الريحة انا حطيت تيشيرت والله من الكتمة ليش الصالة محتم قولي كم عمرك؟ عمري هذا سؤال ممتاز. بعد اقل من نص شهر راح ادخل 23 فاذا ما عندك هديه شوف لنا هديه تكفى ضبطنا يعني سوي محتوى برضه للناس هديه لها. ايه هديه ايه حتى هديه بدخل ايه كم تدخل ان شاء الله؟ 17. شيء تتمنى يصير؟ والله سؤالك مره عام انت. شيء تتمنى يصير من كل النواحي؟ اتمنى الريحه تروح. خلنا نخلص اذا ما تقطع الريحه من غرفتك. من اول ما دخلها ما صار والله اني نظيف اقسم بالله لا تقعد تسود امها. شوف اقسم بالله نظيفه ولا في اي اوساخ. طب اصبر مخي ترى الريحه حلو في ذبت مسويه خلاص قبل ما تتاكد يمكن ما عاد يمكن الريحه من الحمام اللي في الغرفه ما ادري في ذبت مسويه صوي شك نحولها ثاني خلاص. اخر سؤال عشان مرة واحدة هل تفكر انك تعزل؟ لا مرة لا انا قلت تعزل عشان الريح لي صدقني. والله النظيف اقسم بالله حتى سمعتي بالفيلا كلها نظيف. لا صدق بها هذا مقلب كمان هذا لا طبيعي يعني مثل ما تشوف قطعتي شوي. ريحته مهيره باعي على ام القهر. والله اني قايل لك انا مسكين انا نظيف معليش يا اخي ما اطقطق عليك. ويلكم تو بار. تحس انك انت عايش في حياه عاديه بس فجاه بوم مقلب. تفضل تطردنا يعني؟ ايوه حيا الله من زاره خفف وانت بعد لا بتنظر لا تنظر ادخل البخاخ بجيبي. السلام عليكم. السلام ورحمة. هلا بالشيخ. طيب شو اخبارك؟ حيو. هلا. عندك اسئلة؟ نورتني. النور. انزين عنك ها؟ تسألني اسئلة. اسئلة المتابعين. حلو. ايه. اول سؤال خليك هذا. اوكي. وش السبب اللي خلاك تصير من اداري يعني من صاحب اداري لصاحب المحتوى؟ وش السبب؟ ما ادري لعل وعسى ربي سبحانه استخرت انا. حلو. عيت من الله خير وشوي ريحة اداري ليش؟ وش مسوي انت؟ طاقة انت جاي مصوري طاقة وبصير الطاقة انت تصرف من يوم دخلنا والريحة فيه من دخلنا والريحة فيه؟ اي والله صدق يعني شهر ريكورد وانا ساكت يا عيال بلا استهبال يرحم والديك بلا استهبال شباك مفتوح والله حرام قلبك ايش الريحه؟ من يدك اسال نفسك ما عندك حمام انت وش حمامه؟ والله هذا ايش الحمام ذي قفه ما له دخل اجل يا ريحه يا عيال يقرفك يا شيخ
قسم بالله على وجه ذا في بلده. ايه حمودي ايه بتعترف جاي طاق عندي ولا ايه جاي طاق عندي انا جاي اصور محتوي ممكن انا وش عدوه وشو محتوي وش عدوه يا قبه يا عندك لا تطب فيني يا انت قبه منك قسم بالله لا تحلف له ابو سيد يا ولد يكون انا قاعد اطاق ما احس بنفسي اقدر اكمل اقصد يا ولد بدي عندي ايش تريح يا عيال؟ وهذا قاعد يصور وقاعد تصور انت والله حرقان كيف فريقه؟ قسم بالله حرقان حرقان تعال انا هي ابو زيد قسم بالله قسم بالله الولد قاعد يصور خل نكمل طيب انا جاي من يوم تحكم محتوي يا حمود ما اقدر اكمل وش تريح؟ يا ولد تحكم محتوي والله لازم امشي استعجل تكفى والله ريحه وين؟ وش اللي شجعتك باليوتيوب؟ رضا الله والوالدين. لا شباب باور والله. طب بسرعة بسرعة دب. اوكي. ريحة دب. طب ابنة كم عمرك؟ 103. لا صدق. ايه دخلت 103. لا والله. ايه. صدق. 103. طيب شيء تتمنى يصير. الريحة تروح. الريحة هذا من وين جت عيال؟ اسف كمل ايوه اسلم. شيء قلت انك سويته؟ شيء ندبت اني سويته؟ ليش يضحك دقيقة ليش يضحك؟ يا قلت كنت بدي على خلاص رحت ريحت فيك يا ابني خشمك عرقت انا عرقت يا مستحيل يعني ما قلت في حياتي شيء ندبت انك سويته؟ ما في شيء ندم عليه لان قد يكون قضاء وقدر يا ابو خيره هل تفكر انك تعزل يوم من الايام؟ اعتزل؟ لا ان شاء الله اذا الريحه ذي بتسمى بغرفتي كذا اعتزل وش الريح يا عيال تكفون والله اني صادق والله اخر مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا اللي قاعد امخم من اليوم الريحة هذا اللي تطلع مني والله ما علي عشان كان زي بطل زي عمر ابوك والله اخرى عشان زي عمر ابوك لا 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 ما لي بعمر ابوك الله يطول بعمره يرزقنا بر والدينا اسالك بالله قاعد بخلق من اليوم اي والله انت شوف شكل واحد ماسك الله كرم الضيف داخل عندي وقاعد بخبخ ريحة مجاري ومدري ايش الريحة الله يحفظ كبدك والآن أروح إلى غرفة روب شوف جايب الكام؟ اصبر ذاك بقدرت بغرفتي لا يا غرفتك حاسب لا والله انها حرام عليك أنا جاي تحدي أسئلة أول سؤال أنا ببدأ على طول يعني ماني اللي أطول ما أدري وش ذي الشباب سبحان الله أنت وأبوك واحد ايوه انت حساسيه لك وش اللي شجعك تدري تبدا خروف يعني وش السؤال هذا من منطقي هذا السؤال انا اللي شجعني والله العظيم اول شيء ما وافقت انك تسالني هالاسئله من ابراهيم والله ايوه ليه صرت صار محتوى من منطقك الاسئله هذه انا مستحيل انت ايش تبي انت ليه صرت صار محتوى ايش تبي يا اخوك الحين ها والله صدق تبي ليش صرت انا محتوى؟ الريحة منك ولا من القصة؟ من القطر؟ ايه قاعد تشمشم ذي ليش صرت صانع محتوى؟ ايه انت اخر مرة روشت انت اي والله صدق ابي يلا العافية ايش الريحة؟ ابراهيم والله خليني صانع محتوى كيف فجأة قال روب ابي صانع محتوى ايوه انا قلت له يلا قدام ايش الريحة؟ صدق واضح ان غرفة كاسة مرة ايه لا والله غرفتي ما فيها ريحة قسم بالله ما فيها ريحة كم عمرك انت ماينكرافت هذا يلا خلنا نبدي ايش ذي الريحة تكفى والله ما فيها ريحة هي كم عمرك تكفى والله مجيت وجت الريحة معكم لا اي والله العظيم اليوم دخلنا انا ساكتين عشان المحتوى ما غير احفاظك غير احفاظك ما دخل الريحة هنا من يوم دخل لا والله ما كانت في ريحة جاوب السؤال افصل عمري 24 نحن 24 والله حبيبي من جد جيت معكم ريحه تكفى جد الريحه روب انا صح اني صانع محتوى بس اني ما خاطر بخشمي عشان صار المحتوى ما تخاطر بخشمك يا عشان المحتوى انت ابوك والله واحد الله ما جت الريحه الا يوم جيتوا شوف واحد فيكم خايس انت لو صور لا ما تحطها فينا من يوم دخلنا والله الريحه فيه قسم انك تخزن ريحه غرفتي كذا والله انك تستهبل انت وش اللي عطر امسك بالله عطر امسك خيصت امسك كمل اسئلتك كنت اطلع برا اخلص امسك طيب ما سمحت لك اصلا طيب امسك ابو نوح ليش من ابو نوح خذ امسك يلا يا دوق قاعد يصورون مقطع ذول يقولون غرفتك خايسه ابو نوح في ذمتك ابو نوح الو
في ذمتك اسالك بالله، غرفتي احدها خايسه اسالك بالله. ها؟ والله انا ما كريح. ايش قال؟ يقول يوم جت القطاوة صارت خايسة ولا مدمن نظافة. الله يعطيك العافية حبيبي، شكرا لك. يا اخي مشكلة والله انها نظيفة، والله انها انظف منك والله. اسمع انت غلط على قط. شو تتمنى يصير؟ وش تتمنى يصير؟ شيء تتمنى يصير. شيء تتمنى يصير؟ ايه. هو ان انت وابوك ما تدخلون تصورون على طول. حلو. يعني تستاذنون قبل. شيء ندمت اني سويته. دخلتك باب الغرفة. يا عيال والله العظيم انه والله قاعد مالك ما ضبط اخي صار في الجو. هل تفكر انك تنزل؟ موضوع انزال هذا صعب ان شاء الله. ايش فيك ناظر هنا؟ ما ارتحت لك والله اني ما ارتحت لك، والله اني ما ارتحت لك. مشينا خلاص خلصنا المحتوى؟ مشينا؟ ما باقي ما خلص باقي ثلاث اسئله. عندك اسئله؟ اي عندي. هل تفكر انك تنزل؟ لا ما مفكر. شيء ندمت انك سويته. ندمت اني سويته دخلت قبل الغرفه. قلت لك اياها. بسرعه 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 قروشت قروشت قروشت. خلاص الاسئله. خلاص الاسئله؟ احب اقول لك حاجه. الله يطلع دمك العافيه. تدردد الله يخزك. انا توقعت الصدق انه من القطر بس طلع اني انا. لا صعب راعي فكره وراعي فكره هاي راعي فكره قفل الكوب. لا 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 خذ حق المحتوى الحين ما يحتاج استخدمه الحين تدخل على طول غرفه على طول دايركت. يلا راح. لا لا والله انه مخيس. وين جبت ذا؟ بالغرفة تلقيته. والله انه مخيس. عزوز من جبته يا الله؟ والله هو خايس. والله انه مخيس. وش هذا؟ يا ساتر. لا والله انه سعره اغلى من غرفتي كلها. خلاص اتوقع لازم اروح. اتوقع انا لازم كلنا نروح مع بعض. اي والله لازم نروح. مستحيل الريحه. مستحيل الريحه. وين جاي هذا؟ والله انه ممتاز. تعال 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 تعال. السلام عليكم. لا بخير بخير. لا 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 ويلكم تو باور اي سبورت. بالع ابليس كنت يا صلع. والله خايف يا عيال. تبي تاخذ حقك؟ يلا بيت كذا بيت كذا. دخل الباب دخل مسكر الباب. ايوه خلاص والله والله ما عندي شيء. ما عندي شيء والله بعدي فوق نشوف. والله العظيم والله والله ما عندي شيء اقسم بالله. اقسم ما عندي. في الحمام الكلب في مكانك. لا مو علي انا معي كاميرا يا اهبل. باب غسل يدي والله والله ريحته زق والله صادق. اساطير بروح امر. يلا نخبط الكاميرا والله عند ابو نظار. زين يلا يلا هات معهم. يلا خلاص وقف عند خلاص ودنا 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 نبي نمشي نبي نمشي فيه كذا. يلا خذ يلا اصبر خليه يجي. يلا يلا نمشي. والان مع زياد. السلام عليكم اخ زياد. وعليكم السلام ورحمه. اخ زياد ليه جايبتهم؟ شوف أنا عندي فكرة مقطع. حلو. أسئلة متابعين. ممتاز. فإذا تسمح. يعني بتسألني المتابعين يسألوني؟ أيوه أسلم. أنا ببدأ على طول. إيه. وش اللي شجعك تبدأ في يوتيوب؟ وش اللي شجعني من أي ناحية؟ من كل النواحي. يا اللي شجعني يا طويل العمر والسلامة. في شخص شجعني اللي هو هنتر. حلو. فهمت؟ عاد شغل مكيف. شغل مكيف؟ إيه. في ريحة. شو وش السبب اللي خلاك تصير صانع محتوى؟ سبب؟ والله اسئلتك غريبة. والله اسئلة متابعين لازم.
انتي وش الريح؟ والله ما ادري عنك قطوتك. انا اعرف وش ذي دقيقة؟ اعرف ان هذه الريحة ريحة قطو. لا لا مو بريحة قطو، اعرف ريحة قطوتي ما وش زينا. يا ابوي من دخلنا الريحة موجودة بس ساكنين عشان ريكورد. كل الحين والله انا والله انا توني مبخر غرفتي، توني منظفها، توني مبخرها. وش الريحه طيب؟ وش الريحه منكم؟ يوم جيت اقسم بالله يوم جيت من دخلنا والريحه موجوده ورب الكعبه. اول ما دخلت والله انا نظيف راح نقرب. ها اول ما دخلت وجيت معكم الريحه الله شكله منكم قرب. والله لقرب اقسم بالله الريحه من يوم طلعت ومن يوم جيت وجت معكم. هذا قبل خلاص انا من القطوه. لكن يلا كم عمرك؟ عمري 23 سنه. تكلم طيب 120 سنة وش اسوي؟ موضة موضة تموليدي بعد ذا تزوجني؟ لا تزوجني؟ انا يا عيال اقسم بالله والله زياد ترى حبيبي هي انا اكره القطو عشان ذا السبب. والله اي والله انا ساكت قم انت وياه تروش. يلا يلا قم انا ساكت ومتحمس اقول قم انت وياه تروش ويلا. لا ابو زيد ابو زيد ابو زيد ريحتنا تروش. خلنا نسكت بس عشان ريكورد بس بنكمل ونطلع. صادق من جيت جيت الريح يا ابوي. اقول خلني اكمل رسالتي. انخنقت انا وراي نومه. والله انا اللي انخنقت من ريحه القطوه. اقول اسمع شيء تتمنى يصير سريع. انا والله عشان المحتوى ترى ولا أكل والله لامسك أذبك من الدرج. اسمع إني أذبك من الدرج. ليش دعوة؟ إيه شيء تتمنى يصير؟ شيء تتمنى إنه يصير؟ إيه كيف تتمنى إنه يصير؟ شيء إيش؟ إني سؤال متابعينك. متابعيني؟ شيء تتمنى إنه يصير؟ شيء تتمناه من زمان؟ أتمنى إن عندي كراج سيارات. صح حق جراند صح؟ إيه نفس حق جراند كذا حاطه فندق تحت وأجي أضغط الدور. أحلام العصر. لا صدقني هذا بإذن واحد أحد بإذن واحد أحد. إني أجيبك أنت أجيبك هناك. إيه أقول أسمع طيب شيء ندمت إنك سويت. شيء ندمت؟ إني دخلت غرفتي. والله حتى مكيف مزعج. أنا والله إي والله مكيف مزعج. أنا ندمت. كنت جاي تنقد. أنا ندمت إني دخلت غرفتك. أيوه هل تفكر إنك تعزل؟ يا ربي اعزل هذي الريحة. ها؟ أنا الحين أنتم داخلين غرفتي. نسأل كثير من المتابعين. انت اللي مروح الحين بي انت اللي مروح واخر شيء تقول ذا برا 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 انت ريحتكم برا برا انت معاه برا برا من جدين. ها ها السؤال اخي ايش فكرك تنزل ولي ثقيل صغير ثقيل ضرب غيطك. شفتوا النص؟ شوف والله نظيف. وش ذا هذا؟ هذا ريحة بخاخ لقيت عند القط. يا والله تكفى والله جنبي واحد تكفى والله جنبي واحد. وانت بسوي طالع منه المصور؟ لا 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 بسوي طالع منه والله اني امزح والله اني امزح. اجل 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 جايبين ذا اطيح هي ما خنقت ما خنقت بس قاعد احاول. لا 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 الله يوفقك ما رشيت عليك انا. لا خلاص 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 خلاص. اسمع انا كاتم نفسي من اليوم ما ابي اوضح بالريكورد ان في ريح. ريحه لسانك كاتم نفسي واخر شيء جايب لي ذا جايب لي ذا. وانا كاتم نفسي سان ريحه قطوتك وين؟ وحتى قطوتي هجت كويس انها ما انخنقت. طيب اسمع اسمع تدري لو صار في شيء الاشتراك صحيح. شوفوا إذا جبتوا 50,000 اشتراك حلو 50,000 لايك عفوا والله 100,000 والله إذا جبتوا 100,000 لايك إني لا أذب ذا من المسبح. لا 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 والله لا أذب ذا من المسبح والله والله 100,000 لايك وذب 50 لايك. يلا 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 سلم عليك. لا بدون يلا مشينا. شكرا مشان